أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن اتصالات مستمرة مع الجانب الأردني لمتابعة موضوع المتضامنين في حملة أهلا بكم في فلسطين العالقين بين الجانبين الإسرائيلي والأردني بعد أن منعتهم سلطات الاحتلال من دخول الأراضي الفلسطينية. منعت السلطات الإسرائيلية نحو 100 ناشط من الولايات المتحدة وأوروبا مؤيدين للقضية الفلسطينية من العبور إلى الضفة الغربية لتقديم أدوات ولوازم مدرسية لطلاب فلسطينيين. وقالت رئيسة الجمعية المنظمة لحملة أهلا بكم في فلسطين أوليفيا زيمور إن الناشطين غادروا الأردن في حافلتين للركاب منعت إسرائيل الأولى من الدخول، فيما منعت السلطات الأردنية الثانية بناء على طلب إسرائيلي. أنا جزء من حملة أهلا فلسطين. هذه الحملة تهدف لزيارة أطفال في مدينة بيت اللحم الفلسطينية، وكنا نحاول تقديم أدوات ولوازم مدرسية لهم مع بداية العام الدراسي. ذهبنا إلى جسر اللمبي ونحن نحمل جوازات سفرنا، حيث سمحت لنا السلطات الأردنية بالمغادرة، لكن وعند وصولنا لنقاط التفتيش الإسرائيلية تم إغلاق الطريق في وجوهنا ومنعنا من مواصلة الطريق. من جهته قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام الأردنية إنه تم إفهام الناشطين قبيل مغادرتهم الجانب الأردني بإمكانية إعادتهم من قبل الطرف الإسرائيلي وضرورة التزامهم والعودة في حال عدم السماح لهم حفاظا على حياتهم ولكي لا يتعرضوا للأذى. وكانت زيمور قد أكدت في مؤتمر صحفي عقد في مجمع النقابات المهنية في عمان قبيل انطلاق الرحلة أن هذه هي مبادرة الرابعة لدخول فلسطين، وأضافت أن الحملة الجديدة تضم نحو 100 مشارك من فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة، وتتراوح أعمار المشاركين بين 10 و80 عاما، وهم من خلفيات وأديان مختلفة تحركهم جميعا الرغبة في زيارة فلسطين. وكانت السلطات الإسرائيلية قد طردت الذين شاركوا في حملات أهلا بكم في فلسطين السابقة ومنعتهم من الدخول. وكان هؤلاء الناشطين يخططون للبقاء أسبوعا في الضفة الغربية بناء على دعوة من محافظي بيت لحم.